عدنا إليكم من جديد فضيلة الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف، ورسالة النهاردة عن البركة. يا رب يرزقنا البركة. اللهم أمين. والبركة في الصحة بقى يا فضيلة الشيخ أهم حاجة. الله. الحقيقة أنه الإنسان ممكن يكون معاه فلوس كتير بس يصرفها على المرض بعد الشر عن الناس كلها يا رب. وعرفناها في كورونا، شوفنا في كورونا إزاي ناس نجت وربنا سلمها، وناس ربنا اختارها، وناس تعبت، ربنا يبارك في الصحة. وما أجمل أنك أنت تبقى هدفك ونيتك وأنت بتوصل المية للغير أنه يشربوا مية صحية، مية مباركة. أيوة، هي مش أمراض. دي مية ما فيهاش أمراض، يبقى دي مية يعني مباركة. كانت حياتهم أكيد في الترمبات. طبعا الشيخ لما ينزلوا المية دي أكيد مليانة أمراض. احنا بنقول إيه؟ هي مية، مية جاية كده مباركة من أول الإنسان اللي ربنا أكرمه وبارك له وفكر وقال أنا مش فكر قرر وقال أنا ليا نصيب في العمل الخيري اللي بتقوم به مؤسسة نبض الحياة، وهعمل وصلة مية، أو أنا هشارك في بير، أو أنا هشارك في محطة تحلية. فحصل إيه؟ المال ده مال مبارك، طرح البركة عنده، وخدنا المال المبارك ده حطناه في باب من أبواب الخير العظيمة جدا اللي هتبارك لفعل الخير في الأصل تاني فيما بقي عنده من المال. وناخد المال ده بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي طرح فيه البركة يعمل فيه إيه؟ نعمل بيه وصلات مية، نعمل بيه محطة تحلية، نعمل بيه أبار تخزين، نعمل بيه أبار توازية. فكل دي نطلع مية نظيفة مباركة تبقى صالحة وهنيئة مريئة لكل طفل. شوف احنا بنتكلم عن الأطفال. نعم. مشهد فيه طفل جميل. ده صحيح، ده صحيح انه يشرب نقطة مية هو محروم منها، صحية، مية صحية ضيفة. مية آمنة يشرب منها. شوف حضرتك، إنسان، الحيوان، النبات، الطير، كل دولت ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الفعل الخير ده سبب من أسباب البركات، من أسباب يعني سبحان الله. بتذكر والمشهد ده في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة للمدينة، وكانت المدينة مليانة بالأمراض بالأوبئة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه سلاح عظيم جدا، سلاح الدعاء، فدعا الله سبحانه وتعالى قال: اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. تاني، اللهم بارك لنا في مدينتنا، المسكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، مكان، وفي مدنا العمر، يعني المد اللي هي ايه، وفي صاعنا، في مدنا وفي صاعنا، صاعنا والأكل، الميزان الذي يوزن به، وكذلك الأعمار، وبركة مع بركة. وكأن النبي عايز يدلنا على باب ان انت لما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى عمل معين او شيء معين من ربنا ما تبقاش بخيل في الطلب، خليك طماع في الطلب من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يعطي العطاء الكثير، بس امام هذا العطاء لازم نبذل. يعني ازاي احنا ممكن نطلب من ربنا كل هذا العطاء واحنا بخلاء مثلا، واحنا مش بنعمل حاجات خيريه، او مش مخصصين دايما في اموالنا ولو القليل القليل. حضرتك بتشير بقى لقضيه البخل. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. البخيل هو اللي بيبخل على نفسه، مش ان هو بيبخل ان هو يدي لغيره. بس خلي بال حضرتك، فلان او سين ندب الى الانفاق، الى ان هو يبذل. الصحابه رضي الله تعالى عنهم ندبوا الى مثل ما ندب اليه هؤلاء. يعني لما شافوا الظروف، يعني ايه ندب فضلت الشيخ؟ يعني ربنا يعني طلب منهم، طلب منك ان انت تساعد حد محتاج ان هو يشرب ميه. وانت تاخرت، الصحابه طلب منهم مثل ذلك. سيدنا عثمان بن عفان لما طلب منه مثل ذلك احس، مش طلب منه طلب شخصي يا عثمان افعل كذا او الصحابه اعملوا كذا، لا، كل واحد كان يبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذا الطلب. سيدنا عثمان اشترى بئر رومة وجعلها كلها لفقراء للمسلمين. كان سهل جدا عليه ان هو يستثمر امواله في ان هو يشتريها ويبيع الجركن مثلا بدرهم، يبيع الجركن مثلا بصاع، ولكن قال لا. ليه؟ يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فكل واحد فينا يخرج الجانب الإيجابي اللي جواه ويقاوم شح نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟
المفلحون. هو ده الفلاح الحقيقي بقى. هو ده هي دي السعادة الحقيقية، ان انسان يبقى موعود بوعد من ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان هو بيعمل العمل ده والمقابل بتاعه هيبقى من ربنا سبحانه وتعالى عطاء عظيم، عطاء في بركة. حضرتك لما قلت لي ندب، فاحيانا ربنا بيشاور على ناس يعني يقولوا لهم انتوا محتاجين، ويشوف احنا حضرتك دلوقتي بنشاور دلوقتي على اهالينا اللي موجودين في محافظات مختلفة. ده اعتقد مطروح، دي محطة تحلية. محطة تحلية في محطة في الغربية، زملائنا بيقولوا ان هو في الغربية. وبالتأكيد يعني ده مجهود، ده مجهود، واكيد في مهندسين متخصصين في المحطات، وانه مؤسسة نبض الحياة اعتمدت فعلا على ناس متخصصة علشان توصل، وشوف بيتأكدوا ان كل شيء تمام. ده اللي فعلا بتقوم بيه، وده الدور الفاعل لمؤسسة نبض الحياة، ان هي ما بتقتصرش في نشاط معين على باب معين، خلاص بقى هو ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه وما ينفعش ان احنا نغير عنه. ليه بقى؟ دي وده الجديد من مؤسسة نبض الحياة اللي دايما بتعودنا ان كل يوم فيه جديد معاها، ان انا لما بلاقي في اماكن محتاجة، وعلى فكرة محطات التحلية دي بنشتغل عليها انشاء محطات في الاماكن اللي نسبه الميه فيها اللي نسبه الميه فيها يعني مش كويسه وبتسبب امراض واضرار للناس. وبنعمل كمان حاجه جديده، احلال وتجديد محطات. يعني عندي محطه موجود جزء من امكانيات المحطه، فاقدر استفيد بالجزء اللي موجود من امكانيات المحطه واعدل عليها واطور منها واكبر المحطه. فبدل ما تخدم مثلا هي بتخدم 5000 شخص، لا اخليها تخدم 20000 شخص. يبقى انا حولت المحطه من ان هي بتخدم عدد قليل لاضعاف العدد اللي موجود. هم بيستخدموها في سبل الحياه المختلفه؟ لا، دي ضروره من ضروريات الحياه النهارده بالنسبه للقرى وبالنسبه للاماكن اللي الميه فيها ممكن يكون عندهم ميه وعندهم وصلات ميه، لكن الميه فيهم عندهم بتبقى فيها مشاكل صحيه. فاحنا بنحاول بدورنا بنحاول بدورنا ان احنا نيسر ونسهل، زي ما بنشتغل في الابار وفي الوصلات بدانا في قصه المحطات ومكملين في كل الانشطه باذن ربنا سبحانه وتعالى. يا رب. فضيله الشيخ، يعني مهم جدا ان احنا نكون ايد على ايد، نتكافل وإيدينا بإيد بلدنا، مش عايزين يكون في فقير في بلدنا، وعايزين كل شخص بيشوفنا دلوقتي يعيش حياة كريمة في بلده. ومن المهم جدا زي ما بنتكلم عن البركة، فمنبارك في كل مكان في بلدنا، إيدينا على إيد بعض عشان البركة تكون في كل مكان. ضروري ومهم ومطلوب، لأن معلش الدولة بتقوم بجهودها ودورها، ولكن لوحده مش كفاية. احنا كمؤسسات مجتمع مدني وكأهل أهل خير وفاعلين في الخير لنا دور كمان، لنا دور. زي ما ان انا عايز اخلي بلدي احسن مكان في الدنيا، انا عايز كمان يبقى لي رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كله لما نبقى كلنا بنشتغل تحت مظلة واحدة، حب الخير وعمل الخير، وربنا يبارك لنا في كل من اللي معانا ان شاء الله. ربنا كل صناع الخير يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فينا وفي عمرنا وفي حياتنا وفي صحتنا، ومش بالكتير زي ما قلنا في رسالة الخير، لا، ممكن ربنا يبارك في القليل إذا عملت الخير أكتر. فربنا يبارك لك في كل حاجة في حياتك. فضلت الشيخ أحمد ممدوح نورتنا النهاردة. شكرا حضرتك. إن شاء الله كلام كتير يجمعنا وحلقات تانية تجمعنا عن أعمال الخير والرزق والصحة والبركة إن شاء الله. شكرا فضلت الشيخ. إن شاء الله فعلا. بشكر مشاهدينا، ودايما يا رب يبارك لكم في عمركم وفي صحتكم وفي كل رزق عندكم. شكرا وإلى اللقاء.